واحد بيقول على ضوء ما سبق لماذا تفسر قد أسدكم عبارة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. برضو ما نقولش أخذ كل الذي لنا ولا أعطانا كل الذي له، يعني أعطانا من الذي له النعمة لكن لم يعطنا لاهوته، أعطانا من الذي له البر القيادة الروحية لكن لم يعطنا اللاهوت، وحتى ما أعطاه لنا بحسب ما تستطيع بشريتنا أن تحتمل. يا ربنا بيدينا، مش بيدينا كل حاجة، بيدينا الحاجات التي تناسبنا وأيضا على قدر احتمال بشريتنا، لأن مش كل حاجة نحتمل. لم يعطنا لاهوته، بدليل أن في أشعية 42 آية 8 يقول مجدي لا أعطيه لآخر، يعني مجد اللاهوت، لأنه كان بيتكلم ساعتها عن الآلهة الأخرى وعبادة الأصنام. ولما المسيح قال المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم، ما يقصدش كل المجد الخاص بالمسيح، إنما شيء بسيط من شعاع مجده. لكن لا نأخذ عبارة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له بالمعنى المطلق، لا.